حياكم الله يا جماعة الخير. أول شيء يعني ما فيني الطاقة حقت الكلام، يا الله ضبطها بالمونتاج رامي، روح كيف أقعد أصارخ كيف أجيب من وين؟ طيب خلاص خلاص هاي الحين تجيب الطاقة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا جماعة بمقطع مود جديد. حياكم الله يا جماعة، مود هيرو براين نفس حق ماين كرافت. لا خلاص زين، بدون الصراخ. طيب يا عيال انا عدت بقول لكم الصدق، خليني اسولف معكم واقول لكم الصدق. اوكي انا عدت المقدمه تقريبا كم 12 عيال 13 مره 15 كذابين، عدتها مرتين الزبده. عدت المقدمه، قاعد اعيد المقدمه، قاعد اعيد المقدمه يا اخو، خلاص ما عاد بعيد المقدمه. المهم يا جماعه عدت المقدمه اكثر من مره، بس بقول لكم على شيء. المقطع هذا قلت والله لازم انزله لسببين. السبب الاول اني بسافر، بحط لكم رابط سامي، بكون مع العيال باوكرانيا. والسبب الثاني يا جماعه فاصل اعلاني. اوكي اليوم يا جماعه الخير معنا جنشن امباكت، تكلمنا عنها في مقطع سابق يا جماعه، واكتشفت ان في كومنتات ناس كثار قاعدين يجربونها ويلعبونها. ليش؟ لانها مجانيه وعلى البي سي والسوني والجوال والاكس بوكس وعلى كل شيء، بيس 4 بيس 5 كل شيء تبي موجود موجود. وللناس اللي اول مره تعرف عنها، هي لعبه بعالم مفتوح، تقدر تلعب مع اخوياك وتلعب لحالك، وتقدر تلعب طول القصه وتختمها، ومو لازم يكون خويك نفسك سوني او بي سي، تقدر تلعب معه وان جوال وهو سوني وهذاك بي سي وهذاك اكس بوكس وهذاك ما ادري والله حاطه وتخلونها. وكل ما لها اللعبه تضيف لكم اشياء جديده، حط لكم شخصيه باسم ريدن الان متاحه لكم. She accrues the aspirations of all living creatures for her chakra desiderata. وايضا في ذكرى سنويه في نهايه شهر سبتمبر، نهايه الشهر هذا راح يضبطون اللاعبين بجوائز عديده مجانا. وشيء جميل انهم قاعدين يضبطونكم اول باول بمهرجانات وفعاليات، وفي مهرجان قرب الان اسمه مون تشيس، راح تكون في جوائز ومكافآت لكم. وللناس الرايقه حطوا لكم نظام وطور جديد اسمه نظام الصيد، واشياء مره كثير، خرائط جديده وحوش جديده، قاعدين يحطوا لكم ابديتات اول باول. رابط اللعبه تحت يا جماعه، ما بيطول عليكم اكثر من كذا. شكرا لكم، هذا ممتع المقطع. طيب يا اخوان حياكم الله مره ثانيه. المود اليوم اسمه هيرو براين، اوكي، اللي هو عباره عن اني اقدر اتحكم باي واحد موجود في الجيم واخليه يذبح ويدخل فنت بكيفي بدون ما يدرون انه هو الامبوستر. يعني ما يدري هل هو صدق الامبوستر ولا في واحد يتحكم فيه. بوريكم الان. اتوزع توزع على الماب، توزع على الماب. الان العيال متوزعين يا جماعه. ابروح مثلا عند الاصفر هذا اللي بالمدبي، اضغط كليك يمين، ابروح عنده ثم اتحول. في عندي كلمه بوسس، هذه بوسس. شو تسوي بوسس؟ اول ما اضغط عليها اصير اتحكم بصهيب. صهيب انا الان اتحكم فيه بالكامل، اقدر امشي في اي مكان. مثلا اروح يسار عند ديزي، شو اسوي؟ اذبح ديزي. ثم ايش اسوي على طول؟ اي مو مثل اللي ذبحته، اقفل ثم اسكر الباب ولا اسوي اي شيء عليه وارجع طبيعي زي ما كنت. هذه الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه الاختفاء، اقدر اختفي واتحكم براحتي عشان ما انطرح. والخاصيه الاخيره اللي هي فاير بول، اختار واطلق واذبح. وقبل ان ندخل على المقطع يا جماعه، والله يا اخوان ان كلامكم في اخر مقطع ودعمكم غير النفسيه 180 درجه. اسال الله انه يسعدكم، والله العظيم ان الكلمه البسيطه اللي تكتبها بالكومنت تغير من المود وتخليك تنبسط. فشكرا لكم على دعمكم من لايكات ومن اشتراكات ومن كومنتات. بالنسبه للمقطع اليوم اتمنى تعذروني اني شويه تعبان، بكون هادي لكن ان شاء الله تستمتعون بالمود. فشكرا لكم من اعماق قلبي، طولت عليكم، لا تنسون اللايك. ندخل الان مع شباب، بسم الله. طيب يا جماعه اول جيم بسم الله فتح يا عليم، الله يسر. بحاول قدر المستطاع اني ما صايح، اني بتعب وصايح. كروميت اول جيم والله انه اول جيم، والله انه اول جيم، والله انه اول جيم. وكالعاده زي كل مره اروح يسار واروق واسوي خصائص اللي عندي. عندي خطه يا عيال بسويها، عندي خطه ابى اسويها. شوف تمام، زي نفس اللي اسوي الارقام، شوف اماكن العيال، مدبي عندي صهيب، صهيب اللون الاصفر دائما، الازرق ظهرنا فقدح، اغلبهم يمين. يا اخي جامده جامده، خصائص مره جامده. ايوه طيب شوف الخطه اللي بسويها يا عيال. اوكي بسوي نفسي مجنون مره، ابى اسوي جنون الارض، ابغى العيال كلهم يتجمعون، ابغى العيال كلهم يتجمعون. ثواني بقفل رياكتر، قفل هنا، قفل هنا. اوكي شوف كيف تجي تمشي. يا عيال يا عيال، دقيقة بقول كلمة، بس بقول كلمة. دقيقة انا مو متوي محمل امونج، انا ماني حمار، الامبوستر الحمار. مو معقولة اني بذبح قدام ثمانية، قدام سبعة موجودين بالرياكتر. فممكن مع بعض الان، ممكن مع بعض نعد الناس اللي كانوا بالرياكتر واللي ما كان معنا، نحط عليه سوس ابن الذين. دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. حلو دقيقة. انا شفتهم، انا شفتهم، انا شفتهم، انا شفتهم. اي انا ماني غبي. حلو انت اول شيء سوينا الرياكتر انا وياك مرتين. حلو يعني واضح اني مواطن وما توصل فيني مرحلة الجنون اني بتحول. قاعد اصايح، قاعد اصايح، تحكم فيني وشغل رياكتر، يلعن ام القهر. كذاب. انا كذاب؟ انت
انت امبوستر، انت تذبح عشان تقول يا عيال مو انا. اه يسوي تحريات. طيب طيب اوكي اوكي، بنفترض اني انا بذا الغباء. هل لو ركزت وركزنا لما كنا مجتمعين كان ناقص واحد او اثنين. اي كانوا في اثنين تقريبا. صبر، انا عندي واحد اسال. لحظه، انا ناقص. طيب طيب يا عيال، ممكن اتكلم؟ يلعن ام الغبنه، انا اللي ذابح صح. سس علي، سس علي، انا سس علي بتكلم. يقطعون من القهر يا عيال. انا متحول فيني اول ما اشتغل الرياكتر، متسوي خطه بين الذين، وحس انا صهيب. بس انا صهيب شفته تو، فما هو. ايوه ايوه، اصبر خلني اخلص، تكفى. في اثنين ما كانوا معنا، كنت انا موجود، فقدح موجود، جزي موجود، صهيب موجود، رايم موجود. ما شفت مجه، ما شفت معلو، فنصولي ما شفته بعد. مجه ومعلو فنصولي ما شفتكم، فممكن ثاني انا موجود. فنصولي موجود. اوكي انا بالستورج، ركزوا معي عيال، انا بالستورج. ايوه لا كذا والله، انا صوت عليك معلو ورب العزه صوت عليك. يا عيال قاعد يطقطق معلو، قسم بالله. انا بعد يا رب على معلو. طلعوه يا رب، يطلع هو. جيبوه معي عشان طلعونا بس يا عيال، من انسان بس انا، وانا اصور معكم نفس الشيء. احسن والله، تستاهل يا معلو. تيد امبوستر يلعن شكله، معرقوا علي عيال. يلعن امت المهام عيال، المهام المهام المهام، لازم استعجل لازم استعجل. احساس يقول احمد يا عيال سوي نفسه مجنون يذبح. اوكي انفزيبل انفزيبل سويها، والله يسويها، هو ذكي. شك ده تعال تعال والله ما تستر. استر حريدك سطالع من هنا. لا 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 لا، افرد بواحد افرد بواحد افرد بواحد. طف، خذ هذه مني. يا عيال قولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مجد مسوي ريبورت، مجد مسوي ريبورت. ايش تبغى فقدح مجد؟ انا اعلمكم وش صار. اوكي زين، جاني فجاه كذا حولي بنفسي، ما ادري ايش معناته. طيب. تحكم الزبده، انه تحكم فيني لين وصل لين ستورج. يوم وصلت ستورج ويذبح جزي ويوخر عني وينحاش، يوم انحاش يجيني صهيب من فوق. عاد ما صح صح صهيب ولا انا كنت باللوك. طيب في حاجه لازم اقولها، ابى اقول كلمه بس صهيب. فقدح ترى يقدر يختفي، يقدر يختفي، يعني ممكن انه يذبح ثم يختفي ويقابلك من مكان ثاني كانه مو واضح. انا اضمن حتكلم صهيب. انا كنت فاتح اللوك تمام، بستورج شفت بستورج الهيرو براين قاعد بطلع لفوق، تركت ورحت اشوفه فجاه يختفي. بنزل تحت بعد ما نشعت الكهرباء، اشوف فقدح واقف مكانه مش متحرك ابدا. هذا اللي شفته بس. لا والله طيب فقدح فقدح، دامك تقول ان في واحد تحكم فيك، ليه يوم ذبحت ما سويت ريبورت؟ ليش ما سويت ريبورت وما ادري اسوي ريبورت؟ صدقت طب ليش مره مو منطقي؟ لا مره مو منطقي. سكب سكب عندنا كبير، سكب لا يطلع الكات سكب. مره مره يا فقدح ترى غريبه هذه منك. ايش تبيني اسوي احمد؟ ايش تبيني؟ مجه ليه ما تتكلم؟ مجه فيها فقدح اجتماع. انا غسلت ايدي، غسلت ايدي خلاص يا عيال. مجه ما ابغى اطيره، مجه لا اطيره، مجه الوحيد اللي اقدر احط عليه سس. طيب شو اماكنهم؟ يا ساتر يا مكثرهم عيال. ايوه سويت مهمه قدامك، كنت في امها طارح لي ريدكس قدام عينك، سويت البار. امسك الكامات شوي يا عيال، والله وضعي مره صعب والله. فصول فصول علق عليه، فصول علق عليه ومجه عنده. خل 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 ابغى مجه، انا ابغى مجه. صهيب صيب 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 تعال. مهام المهام. لا 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 هرب 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 هرب. طيب طيب نسك فتح. لا أنا بذبح بريئة، هذا ما شاء الله كريم يعني تحكم فيه. ما أنا بذبح المهام، خذوا دي مني. عملت الريبورت، عملت قدرت قدرت قدرت. شفيك القاتل، القاتل بتحكم بيي، القاتل بتحكم بيي. دبح ريدكس وعملت ريبورت على طول على جثة ريدكس. انا باللوك جلست تقريبا 50-40 ثانية، في اثنين شفتهم جنب بعض طولوا مرة في الابر انجن. مين؟ هذول فاسولي 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 ومجة، هذول الاثنين ابرياء لاني شفتهم هم بتحكم فيي. صايب صايب، انت ما مرت علي قدام ال ما شفتك ما شفتك ولا بدي اشوفك لانك انت حاط علي سوس، بديش اشوفك. يعني بضل عندنا مين؟ فقدح كان عليه سوس من الراوند اللي فات، وبرضه شونك اللي كان يتحكم. ليه علي سوس؟ انا دبح، انا مثلك تحكم فيه. بس احنا ما شفنا عليك. صايب صايب صايب، شو ما شفتنا عليه ما يطلع لك عليك بنفسجي. انا علي بنفسي. اي بس انت تشوفه لان انت تحول عليك، احنا ما نشوفنا عليك بنفسجي. والشيء الثاني ترى يوم اذبح انا ترى احنا كلنا كنا موجودين مع
عاد اثنين، قلت لك اياهم معلو ومجة. مجة ما كان معنا بالرياكتر، ومعلو ما كان موجود. معلو طلع بيبي، انا كنت موجود في الرياكتر. لا لا ما كنت موجود. قفل علينا ثلاثة ابواب. لا ما شفتك، ما شفتك حجابه موجود ثلاثة ابواب مقفل علينا الابر واللور الان. ايوه بس مجة انت قلت بالراوند الاول انه ما انت ما كنت، انت مو موجود. كنت موجود داخل. ما كنت داخل. كيف ما كنت داخل؟ انا ما شفتك يا مجة. فلحتوه انتوا بس يوم صارت الزحمة أنا كنت معك. الزبدة اللي أبغى أقوله صهيب، أنت مواطن واضح، أنا شاك بفقدح ومجة، ترى المهام ما بقى عليها شيء. تبون نصبت ونستعجل أو نطلع؟ لا أسهلها عليك. باقي مهمتين خلنا نسويهم وأسب القمل هاي وخلص. مستحيل مستحيلة مستحيلة مستحيلة. صعب صعب. أنا انطرحت حركتي أول واحدة، مشكلتها الوحيدة إني ذبحت قدام سبعة، ولا والله كانت بتكون جامدة، والله كانت بتكون جامدة. يا عيالنا مرة وضعي صعب، أقسم بالله مرة وضعي صعب. مشكلة ما اقدر اتحكم في قدح ولا اقدر اتحكم مجة. لازم انا اذبح، لازم انا اذبح. ايوه لو اذبح انا، لو اذبح انا ببري، لو اذبح انا بقدر ابري، لو اذبح انا بقدر ابري. ابغى اذبح جنب صهيب، ابغى اذبح جنب صهيب. شغل رياكتر، صهيب يرجع، صهيب يرجع. ايوه صهيب رجع، صهيب رجع. اذبح الان، الان بذبح. يا اسمعوني ركزوا معي زين تمام. صهيب الكلام لك انت اول واحد. انت ولا كلمه. طيب اصبر اصبر. طيب اوكي اصبر. طيب اصبر. طيب اصبر تمام. اصبر. ذبحت قدامك، مين كان موجود قدامك؟ فقدح صح، انت موجود وفقدح موجود. رامي ضامنه، مجة مو باين. مجة من الراوند الاول اقول لك مو باين. المهام ما بقى فيها شيء، وقاعد اقول لك خلنا نسوي مهام. تبي تطلعني طلعني، لكن ترى بيقدر يدبل اثنين ويجيب الجيم. المهام ما بقى فيها شيء، حرام انك تخسرني. انا مستعد اصوت على مجة الان، لانه ما في اي شيء يقدر يدل انه بريء. مجة تكلم. يلا رد رد الان. صهيب انت ما شفتني قبل شوي عند الالكتريكال انترا. انا من الراوند اللي فات مبرئك، بس ممكن رامي يكون هلا القاتل. تبرئ ليه صهيب؟ صهيب تبرئ مجة ليه؟ يا عيال كنت معك بالالكتريك يا صهيب. ما بقى مهام، بس مجة الامبوستر. مهمة داير عيال، بقول كلمة واحدة مهمة مرة. حلو، انا قبل شوي مريت، قبل حرفيا 20 ثانية او اقل، مريت من عند ال شو اسمه هذا اللي في النص، تبدأ المكان. طيب في النص عند الطاولة. طيب الان فقدح يفر وفيصل هناك. فقدح بالكافيتيريا، فقدح بالكافيتيريا يا كذاب امبوستر. طيب هي الكافيتيريا هي اللي في النص عند الطاولة. طيب اذا مجة ما طلع امبوستر طلعوني بعدها، انا مستعد. ولا تبون نسوي مهام؟ لا 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 صهيب قاعد اول شيء بيقول انا شفت شنق بذبح، بعديها ببرر. طيب لا 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 صهيب مواطن، صهيب مواطن، صهيب مواطن 100% يا عيال. سكب لعب اصول. أنا بصوت على صهيب، كلام ملخبط يا رامي. ثواني 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 رامي شنق، مش انت عم التصديع؟ كان واحد يتهمني بعدين. ايه والله يا مره صعبه، قسم بالله يا مره صعبه، مره مره صعبه، والله مره صعبه. والله ان انا بطلع غبي اذا ما بصوت على الشخص. هلا تذكرت يا عيال، ما بقى مهام، ما بقى مهام، ما بقى مهام. هذا من صالحك حبيبي، بس كنت شيخ لا اتكلم، عامل ريبورت انا. طيب تكلم، بتقلب علي الحين؟ يلا قول. لا 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 مش قلب عليك، استنى خليني اهدي هدي يا جماعه. الراوند اللي تحكم فيه شونغ، اول راوند متذكرينه؟ كنا تقريبا كنا موجودين، مش ضايل غير مين اللي هو وينه معلو ماك اللي كان برا وقتها، تذكروا شغل مخيف معلو مجة. ايوه معلو مجة عندكم. ومجة، بس مجة بالراوند اللي تحكم فيه القاتل انا شفته كم سوى واقف عند المهم هو فيصل ورامي من اول. رامي متاكد، والراوند اللي كان متحكم فيه شونغ رامي كان بريء. حلو، والراوند اللي فات اللي عمل فيه ريبورت شونغ اللي صار شونغ ذبح واحد قدامي. طيب وفقدح كان موجود، وفقدح كان واقف. خلني ارد، خلني ارد، تعبان والله، تعبان والله. بس قلت ها خلو عليك مع من اول دقيقة عندك تحكم يا سكت سكت طوت الحالة. غسل يدها. طيب والله لا اعرق عليكم، اقسم بالله قبل شوي شوفوا كم مهام، شوفوا كم مهمه الان، زادوا المهام يوم اني انا ما صرت امبوستر. قبل شوي حاطيني مهمتين بس. بسم الله بسم الله، من ابدا من اول من جديد. جزي ريدكس اوكي، رامي فوق على اليمين. المهام ايش عندنا؟ عندنا البطاقه وعندنا برضو اسلاك. المهام مره كثيره. اوكي تقفلت بيبان، تقفلت بيبان. ريدكس موجودين، ريدكس مواطن، رامي مواطن، تقفلت عليهم بيبان. مهم امبوستر مستحيل يحبس نفسه بالمنطق وبالعقل، لا حد يبرد فيني. جزي من وين جاء؟ جزي من وين جاء؟ جزي من وين جاء؟ وطلع. فقدح مواطن، والله اني خفت، والله اني خفت. يا الله يا رحمن، تحكم فيني والله يوفقك، قاعد يتحكم فيني، قاعد يتحكم فيني. فقدح مواطن ولا ايش؟ اقسم بالله ما فهمت، اقسم بالله ما فهمت. فقدح انت وش بالضبط؟ الله يسعد امك.
مساعدة. الله يسعد امك يا راعي الاجتماع. الله يسعد امك. ثواني مساعد يا جماعه الخير شوفكم برا. طيب طيب انا بقول لك اللي صار. تحكم باحمد. دقيقه 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 اللي صار ان مخي جاء ايرور. انا كنت ماسك الكامات اتفرج طلع ان ابن الذين قاعد يتحكم فيني وانا ما ادري وانا ماسك الكامات. اقدر ابري لكم اقدر ابري لكم ريدكس مع كف مع كف مع كف واقدر ابري لكم يزي تمام. هذا كف انا بدي كف. صبر صبر لا لا تمام ما تاخذ كف. طب بجوز في حاجه صارت. ثواني ثواني بجوز 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 بعمي بعمي ثواني ما بعطيك كف. فقدح انا صارت شيء ما فهمته. انا وياك انا وياك دخلنا في بعض بس ما ادري. انا احمد احمد انا شفتك بالالكتريك فجاه طلعت قدامي ما انا اصدعك قلت الامبوستر انت فجاه قاعد واحد يتحكم فيك. ايوه كيف بتحكم فيك وانا جنبك في واحد يتحكم فيني ويتحكم فيك يعني في واحد قاعد يتحكم فيك. لحظه لا يلعش مخي يا عيال والله المود انا يلعش المخ او انك انت كنت تتحكم بنفسك تحكم ما ادري اقسم بالله ما ادري والله ما ادري. بجوز طب بجوز 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 احمد اللي كان على الكامات مش نفسه احمد احمد بجوز يا الله يا الله يا الله دقيقه. طيب ناخذ شيخ وزفير ناخذ شيخ وزفير. انا بعرق الجيم هذا بطلع الامبوستر. شوف الامبوستر اذا ما ذبحتني والله لا اعرق عليك. ريدكس مواطن طيب جزء مواطن جزء جزء مواطن مو على كيف امكم بتخلون الكل مواطنين اخوان كلكم كلكم صرتوا ابرياء. يا احمد انت الغبي بلا عليك بلا عليك مش حدا بريء مش حدا بريء مش حدا بريء الكل عليه صوص كل جباله حال. طيب شو انا اقول انه معلو انا اقول انه معلو. طيب ايه معلو معلو العب 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 يا عيال في حاجه لحستني. مفقدع دخل معاي ما ادري هل هو دخل معاي هو دخلنا ببعض تحول لنا اثنين جنب بعض. انتوا مين انتوا ملحوسين زيي. ها 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 وش ردت لا ما مات يا إله الله يا عيال تكفون. انا قاعد اتعب قاعد اتعب والله العظيم اني خلق اتعب. في حاجه مين ماني فاهمها في حاجه بالموت ماني فاهمها يا عيال. ردك سنه بريك قبل شوي صح؟ ايوه الان انت كنت قدامي بعدين اختفيت. انت الامبوستر ولا تطقطق علي قدامي يا اخي. طيب اردك وين كنت وين ايش شفت احمد احمد ايش شفت. طيب بشرح لكم تمام بشرح لكم يسار يلا اشرح. ماسك الكامات شفت ريدكس وفقدح عندهم الدويره حقت التحكم اللي بالكامات. اذا انت ماسك الكامات تقدر تشوف الدويره يا عيال افهموني. اذا انت ماسك الكامات تقدر تشوف اذا في واحد متحكم فيه اوكي. اذا انت ماسك الكامات انا اذا مسكت الكامات اقدر اعرف مين تحكم فيه عشان كذا ابعد بالسكيورتي. لقيت ريدكس وفقدح فوق بعض فكيت الكامات لقيتهم عندي بالسكوريتي. المشكله مو هنا المشكله ان ريدكس انا مبريه الراوند الاول لانه كان بالكامات اشوفه بالجبي بعدين لقيت نفسي بالالكتر. يا اخي هذه ماني مصدع والله ماني فاهم يا عيال. لا يا استاذ عندك انت يعني مشكله يا احمد. انا كنت قدام عند الباب من دبي واشوف فقدح قدامي فجاه اختفى. طب الراوند اللي فات من عمل ريبورت اذا شفته مات يا رب العباد والله ما ادري يا عيال حاولت اعرق بس الموضوع صار صعب. انا 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 التحس مخي انا يا عيال انا مصدع والله العظيم اقسم بالله احس مخي تعبان في اشياء كثير ماني فاهمها. فيصل انقل عني. لكن اكتشفت حاجه بالسكيورتي اقدر اشوف الشخص اللي تحول يا عيال والله ما اوكي. تقفلت البيبان تقفلت البيبان تمام. في حد عندي؟ والله اني شفته. اي والله اي والله اني شفته اي والله اني شفته. فيصل 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 المواطن 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 رامي مواطن فيصل مواطن رامي مواطن. لا يمكن رامي راح هناك مره ثانيه. ردكس والله يا ردكس انك ما انت مريحني ورب المصحف. اوكي على الاقل ضمنت ان فيصل مواطن تمام. ضمنت ان اخوي مواطن فيصل اخوي مواطن فيصل فيصل وقف واشتغل الرياكتر. يا عيال قمت اوسوس انا والله قمت اوسوس. صايب مو قاعد يسوي مهام. صهيب يا عيال القاتل صهيب صهيب يا عيال صهيب 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 صهيب
انا مو توي العب امونج تمام. ابغى اقول لكم اللي صار. مهمه الداونلود مدتها 13 ثانيه. في واحد وقف عندها 5 ثواني لو سرعته 200 ميجا. طيب انت وقفت عندها يا صهيب 5 ثواني وتحركت او 6 ثواني، والله لو نتك ليف بصريه ما تخلص بذي السرعه. هذا وش اسمه حبيبي انا واقف قبل ما تيجي، انا شفت جسمك لما اجى. طيب ابغى اقول شيء. طيب واقف قبل ما اجي. اللي صار بالكوميونيكيشن تحت، وقف صهيب 6 ثواني يا عيال، ثم طلع من عندي. وقفت انا صدمت، قلت وات، معقوله صهيبي فيك؟ معقوله؟ لا مو بسبك الدرجه هذه. صبر طيب صبر. ثم تحركت طلعت فوق يسار، لقيت صهيب واقف على السرج يناظرني بطرف عين. قمت اركض على اليمين مره، لان فيصل اخوي ضامن، فيصل اخوي مواطن، تقفل علي الباب. طيب ثواني انت بتحكي وين سكر عليك الباب؟ باب الكافيتيريا، وانا طالع من فوق مع فيصل قدام. طيب يعني هذا قبل الريبورت صح؟ اي قبل الريبورت، انا مسوي ريبورت قبل. انا اتف وين حاليا؟ بالرياكتر، بسوي مهمه بالرياكتر. انا ما علي من مهمه رياكتر، انا علي بانك يعني ما لحقتك، ما رحت وراك انا. يا اخي لا تجر الزبده، قلت لكم اللي عندي صهيب مفيك يا عيال، تبون تمشون مشوا. 5 ثواني داونلود، والله لو ان لي لو ان لي اخو حبيبي انا ما الزلم مو بالاتهام، الزلم وشك مو بالاتهام، بكيفكم حبوا كبس داونلود وشاليد وبعدين بيسوي ايوه كبس داونلود. طيب الزلم وش يعزل الزلم وش؟ طيب يا لا مو بالاتهام، صوص كبيره صوص. جزي مواطن انه صوت على صهيب طمخنا يا شيخ. الزبده انا صهيب مستحيل يفيك تفيكه، لكنه شيء يشككني فيه مره. فيصل اخوي مواطن مرتين شفته بالكامات وشطفني تو. اوكي ما انت ليه او شوف ناس ويبغاني، والله انه يبغاني، والله انه يبغاني عيال، والله انه يبغاني، والله انه يبغاني، والله انه يبغاني، اقسم بالله انه يبغاني. اختفى بين الذين. طيب واول ما طلعت من السرج لقيت رامي جاي من عند شو اسمه، من عند الالكتريك. يوم جيت لحقته لقيت الجثة عند جثة جزي قدام باب الالكتريك. يعني رامي طالع من... طيب صل على النبي معلم، كنت انا أيوة. جيزي ال 6 بي اون توب، صهيب بالالكتريك. طلعنا انا من الالكتريك، تروح جهه اليمين جهه الاستورج، بعديها تقفل علي تمام. اخذت نظره على الالكتريك، لقيت فيه الهيرو هذا طالع وجيزي كان ميت. طيب يا صهيب يا شنق، انا عندي يا هذا الزلمه اللي يصدم يا عيال. ابى اقول كلمه بس اخيره، انا طالع من الالكتريك ما شفت جثه. أيوة. وانا طالع الهيرو بوس يلحقني. انا شفت الان عند الرياكتر قبل تصيد ثانيتين، فانتم لو تشوفون بعض كلكم ابقى الا صهيب اللي ما شفناه. انا في اللور، انا بعد ما رامي شافني رحت على الباور قاعد بس. يا عيال لو تلاحظون شوي ترى جيزي مات تمام، جيزي مات، جيزي صوت معي على صهيب. انا شاك بصهيب. ايش يعني ايش يعني ايش يعني تمام ايش يعني انت مالك حكت علي يا اخي يا اخي عشان الداونلود، عشان الداونلود، الداونلود يا جيزي حقك يا صهيب. حبيبي انا لما سويت الداونلود قبل ما تيجي، والله انا علمتكم عاد اللي عندي، انا قلت لكم اللي عندك. هلا كل شيء بوضح، كل شيء بوضح. صهيب يا جماعه صهيب، انا بقول صدمك والله يا رب يا رب تكفى. مين ثواني اوريك والله اني قايل لكم. الحين يا جماعة الخير وصلنا لنهاية المقطع، شكرا لكم من أعماق قلبي على دعمكم، يشهد الله عليكم ما قصرتوا يا حبايب القلب. وأعتذر منكم يا جماعة إذا كان الصوت شوي مبحوح وفي كحة، شكرا لكم من أعماق قلبي وأوعدكم بمودات جديدة ومقطع جاي بيكون مو زي أي مقطع. لا تنسون تتابعوني بالسناب يا جماعة الخير، بيكون تغطية للسفرة مع العيال. صلوا على محمد، في أمان الكريم.